فكره انه اكون عم بعمل شيء كل يوم يلي ما بحبه كان دائما تخوفني. فهونيك نهار جرأت تركت شغلي وكرست كل وقت لشيء يلي عن جد بحبه بهالحياه يلي هو انه اعمل مسرح. كنت كثير مهووس بالمسرح لدرجه انه وقت يكون عندنا اي فرصه اي شيء بوقت الجامعه كنت اترك اصحابي روح شي مطرح هيك منعزل واعمل تمارين صوت. انا اكثر شيء بيهمني احكي عنه هو المواضيع الاجتماعيه، فالمسرح كان هو افضل طريقه لقيتها لحتى اعبر عنه. وقت عملت مثل ما اكتريت العالم تعمل انه بتدرس وبتتعلم شيء وبتشتغل بشيء ما كثير بتحبه، بس كنت دائما لاقي وقت للمسرح من عشيه، كنت مثل اكتب اخرج. النهار يلي غير لي حياتي هو النهار يلي استنتجت فيه انه مش اهم شيء بهالحياه هو قد ايه بتعمل مصاري. مش مهم انه اذا قاعد ببيت صغير، اذا بالاجار، اذا سيارتي قديمه. المهم انه كون عم بعمل شيء يلي بحبه كل يوم وكل دقيقه، هيك كون عايش على حقيقتي، وبعتقد انه كلنا لازم نعيش على حقيقتنا. دائما صار في ضغوطات علي، بس المسرح بالنسبه لي هو مساحه لنجرب لنكتشف. وأهم شيء نكون صادقين ونحكي بالمواضيع الاجتماعية الضرورية والجريئة. هيدا شغفي وكلنا بحق لنا نلاقي شغفنا بالحياة. لما بدي أقرر أي مسرحية هلأ بدي أعملها بسأل حالي هيدا السؤال، إذا بس بعد عندي 6 أشهر لعيش أي موضوع اليوم لازم أحكي عنه؟